طبيعي. اذا جاني انا قبل هاي اشوف عمر الشخص هل هو مذكر او مؤنث، اتاكد من الاشياء هذه، اشوف اذا هو كبير في السن من 70 الى 100 ادري انه كبير سن، هذا طبيعي عنده. ايه اذا هو من 70 الى 120 اطفال. وبعد الاكل يعني ممكن يجينا واحد يقول انا قد افطرت وجايكم من مكان بعيد وكذا، تلقاه 140 عند الاطفال والكبار، هذا المعدل الطبيعي. يجيك واحد لبيك هذه تحصل، يعني احيانا الواحد اللي ما عنده سكر ممكن كثر السكريات او كثر، تحصل يروح يكشف منخفض السكر عنده، لكن بعد فتره يجي بعد اسبوع ولا بعد يومين طبيعي، هذه تحصل. يصير حلا. لا اللي كثر من اكل الحلا يرتفع ولا يهبط عنده؟ لا يرتفع. يرتفع. لبيك؟ الظما، الجوع. الانخفاض اللي يجي يجيك انت ما فيك سكر ان شاء الله. الانخفاض توقف جميع الاجهزه، انا جميع الاجهزه عندي توقفت. يقولون شو سبب الهضم؟ اقول شو اسباب؟ اسباب ايش؟ مثلا انا يا واحد يجيني دائما احيانا يجيني انخفاض هبوط. ممكن ما تغذى زين. ها؟ ممكن ممكن ما تغذى زين، التغذيه ما اكل ولا شرب وانضغط وقتها. وهذا على طول ينضغط توقف جميع الاجهزه وعدم الاكل ترى. انضغط اني زعل ولا كيف؟ ها؟ انضغط كيف؟ زعل. إذا زعل زعل أو أنضغط بأي شيء نفس خوينا ذاك اليوم يوم زعل وانخفض عنده السكر. يا رجال. حلو؟ قبلها ممكن ما أكل أكل زين، هل السكر لهم أكل مخصص؟ أو يمكن كان صايم قبلها. إيه أو كان صايم وأنضغط ينخفض السكر عنده وتوقف جميع الأجهزة عنده عن العمل. كيف أعوض أنا؟ أدفه بأي شيء حالي. حالي إيه؟ أدفه بأي شيء حالي عشان تشتغل الأجهزة ويصحصح ويجيه التركيز. طيب أعراض الإصابة بالسكر، يعني أنت الله يكفينا واحد شاكن عنده سكر، كيف تعرف أن عندك سكر ولا لا؟ تبغى تعرف قبل لا تروح تحلل، بعضهم وسوس تجي الوسوسة أنا فيني سكر أنا كذا كذا، شوف إذا ما طبقت جميع الشروط هذه فيك فدر ما عندك سكر. بعضهم خلني اكمل بس النقطه دي وارجع لك، بعضهم يقول وانتم بكرامه اتبول كثير بس الاعراض الثانيه ما هي فيه، ما هو شرط، هو من اعراضه ان التبول كثير انتم بكرامه وكذا، بس بعضهم يشتشك في نفسه او يشك والوسوسه، والوسوسه قلت لكم اكبر مرض الوسوسه، يقول ايه مرض الحاله اللي ما يتغلب عليها على طول. برجع لك اخوي عبد العزيز يقول اتبول كثير وكذا، ما هو شرط، اذا ما طبقت الشروط ذي كلها فيه ان شاء الله ما في الا العافيه. سمي يا اخوي بندر شو له. كنت بوصلك الحاجه، لكن تقريبا من مواصفاتها مثلا ينشف الواحد ايه يبغى يشرب مويه زي كذا. ايه بذكرها لكم ذحين. تفضل يا عزوز. ابوي الله يطول بعمره. اللهم امين. جاء عند واحد من الجماعه قال حلل، كيري قال حلل. حلل طلع يمكن 200 او 205 فوسوس جاء سكر من ذاك اليوم. هذا الكلام هذا اللي ابغى اوصله. الوسوسه او الشكه هي اللي تحرك كله. انا عم اللي ما في سكر، احنا الحمد لله ما فينا السكر، السكر وراثي ولا انه يجيك مكتسب من الضغوطات الدنيا. كان ما في سكر وقالوا لو ان عندك سكر، قال نفس الطريقه هذه، انا اتبول كثير انت بكرامه ويشكي الناس من الجماعه. مشكله ان الواحد اذا ما عنده معلومات يقول يعرف ان السكر اصابته انه التبول كثير انت بكرامه، انه يعطيه معلومه معلومتين قال بس عندك سكر. بعضهم يجي الشكه فجات الوسوسه وجاء السكر على طول، نفس السكر مرض خبيث. تفضل يا اخوي ناس. جزاك الله خير. الرجيم الحاد يجيب السكر احيانا، بعضهم يمنع نفسه من الفطور. شوف اذا افطرت وتغديت والعشاء كلت زلطه ذي لا، لكن لا. بعضهم يمنع نفسه من السكريات اذا ما سويت نظام مع دكتور تغذيه وجيت بنظام من عندك او من عند اي حد ما يعرف التخصص ذا ممكن يتصاب بالسكر، يعني بعضهم والسمنه الزائده ممكن تصاب بعد بالسكر. خلص سؤالك. اسباب من النفسية يعني ايه النفسية، واحيانا الدهون والسمنة الزائدة تسبب الواحد سكر، يقلل من السكريات يقلل من عيشه، هذه تجيب سكر؟ ايه لان السكريات
لها دور كبير في الجسم. الجسم يحتاج إلى سكريات، يحتاج إلى موالح، يحتاج إلى كل شيء مكمل شيء. فلا الواحد لا يحرم نفسه، يعني إذا كان وزنه زائد، هذه نصيحة لإخواننا اللي وزنهم زائد، إن الواحد إذا كان وزنه زائد ما هو بنفس أنس، أنس اسم الله عليه لا هو بنفس محمد بندر رشيق، أقول ما هو بنفسكم، لأنه وزنه زائد بعضهم تجي الشك والوسوسة ويقول أبغى أسوي رجيم، أبغى أسوي ويمنع نفسه. لا خلك مع دكتور حق تغذية، حلو حق تغذية بيعطيك جدول تمشي عليه. يا حبيبي يلا جايك ما ترى باس يا حبيبي لبيك يا فادي انس سم سم الله عدوك. بغيت المسبح اللي فيدك لا انت لبيه، بغيت المسبح اللي فيدك لا انت هذه ايه لازم طال عمرك لازم سم سلام. تدري ليش جيت بكينا؟ عشان اشوف وزنك الكاميرا. طبعا يا حبايبي انا طولت الموضوع هذا الله يسعدك النوسه، في رجال طلبني وقلت ابشر، قال ابغى المسبح الجديد انا وقلت ابشر. بنت عالم فيها بعد شوي. طيب اعراض الاصابه بالسكر طولت فيها، اللي هو الشعور بالعطش، يعني تلقاه كل شوي يروح يشرب ماء، الجوع الشديد تلقاه بعد كل خمس دقائق جوعان او بعد كل نص ساعه، التبول المتكرر انت بكرامه، التبول لا إرادي عند الأطفال، بعض الأطفال عدم وضوح الرؤية، التعب والضعف العام في الجسد أو الشعور بالوهن، فقدان الوزن أو يعني يكون نحيف، وقلنا قبل شوي فقدان الوزن ما هو بشرط، ممكن الشخص هذا جاهل السكر عن طريق إن ما نظم نفسه في الأكل، لكن الشخص اللي يجيه النحف هذا يكون السكر عنده وراثي. تطلبات المزاج تلقاه احيانا ما هو يفصل عليك، احيانا فقدروا مشاعرهم، بعض الناس يقول فلان نفسيه، بعض الناس يقول فلان ايش فيه كذا، قدروا مشاعرهم. الناس امراض لبيك خلني اجيك لبيك أنا. هل العصبيه تجيب السكر؟ العصبيه الزايده بعض الاحيان يمكن على اذنات حاجه يعصب. لا ما هو شرط، ما الضغط بس الضغط، لكن العصبيه الزايده اذا كان معك سكر وجاك عصبيه زايده وانت ما انت ماكل اكل زين قبلها يسبب لك هبوط، تكلمنا فيها قبل شيء. لبيه يا سلطان. اكثر الاشياء اللي تسبب السكر عدم الرياضه، عدم التوازن في الاكل، طيب تاكل اشياء دهون سكريات كثير، يعني بعضهم يفطر على بيبسي هذا اكبر مرض، فشل وسكر على طول. نفس عزوز الله يعطيه العافيه يقول افطر على بيبسي، من عايشين ابو عزه؟ من عايشين؟ لا لازم افضحك عند امك وابوك، تفطر على بيبسي يعني صاحي. طول عمرك طول عمرك اني مدحك. هذه الاعراض اذا جات في الشخص يدري ان عنده سكر. الله يطول عمرك. طيب سبب الاصابه بهذه المرضين، السبب الاول. طيب كيف نحمي انفسنا من السكر؟ السكر اول شيء طول عمر السلامه، أن يكون أكلك صحي، وأنك تتجنب السكريات، يعني تأخذ من السكريات قليل بس تتجنب كثرة السكريات. بعض الناس في اليوم يستخدم السكريات أو الحلا أو الشيء الحالي أو 70% في يومه، هذا على طول إصابة بالسكر. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني الرياضة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم، ترى الحديث معنى الحديث الرماية والسباحة والركوب الخيل. لبيك عمر الخطاب مو معنى الحديث، قوه حديث او عمر اللي قايله والله بقول نقول العمر نقول العمر. فالرياضه وانك يكون اكلك صحي هذا انك تحمي نفسك من السكر. سم معليش طال عمرك لا خذ راحتك. هل المشي على بدون عوا يكلمك على الحصى او على الخرصان مفيد؟ اي مفيد. حركه الدم اول شيء الدم الاجهزه عندك بعض الأجهزة. أنا جدي الله يرحمه الله يغفر له كان يمشي بدون نعال وكرامة، كرم كان يمشي في الرمضاء، يمشي في راح كان عنده اسمه مرض خبيث هذا اللي في البطن، راح لدكتور قال والله يا جميع أجهزته، هو كان عمره تقريبا وقتها في 80 أو في 95 كذا، قال يا أجهزته وكل شيء إنها أفضل من أجهزتنا حنا، لكن تسبب له مرض الخبيث
في بعض الناس يروح الشحنات إذا كانت الشحنات عنده يروح الرمضاء، الرمضاء اللي تتعرفونها، ويدفن نفسه لهنا. ترى مفيد الرمضاء إذا مشيت حافية بنص ساعة طعوس تسحب الشحنات، أقول تسحب لك الشحنات، تنشط الأجهزة عندك، بعض الأجهزة عندك. فزي ما قلت أنت المشي وانت حافي أحيانا مفيد. طيب العلاج قبل شوي قلت لكم ان الابر هذه ما هو علاج يعني للسكر، علاج مؤكد، هذه يعني تهدي السكر عندك، او حتى هذه اللحظه لم يثبت بشكل علمي علاج ينهي السكر للابد. يعني اذا ارتفع السكر عند الواحد نعطيه ابر انسولين نعطيها، بس انه ينهي منها ابدا لا، ما لحد الان ما لقوا علاج له السكر. سم واحد انا ما ادري هو منخفض معه مرتفع معه ما ادري، هل في علامات تدل على ذلك؟ اذا الشخص شفته متشنج اي متشنج وتتكلمه ما يحس بك، ما يحرك عيونه، هذا تدري عنده انخفاض. انخفاض هذا إيه، ارتفاع السكر عادي تلقاه يكلمك تلقاه، بس اي عدم التركيز. بس اذا كان انخفاض تلقى الأجهزة كلها متوقفه، ما يقدر يتحرك، ما يقدر، بس يشلك بعيونه تقول له الله يكفينا وياكم ان شاء الله معاق او انه مشلول او اي في غيبوبه تحس. وش العلاج وش اسوي به؟ تعطيه شيء حالي، تفزع له بشيء حالي على طول. بس ارتفاع السكر هذا بسيط عادي، تلقاه يكلمك تلقاه دايخ تلقاه، لكن اذا انخفض السكر هذا خطير. وانتبه اذا عندك شخص عنده سكر وشفت انه تشنق عليك او لا تخاف، روح افزع له بشيء حالي. بعضهم يرتاع لين يموت الشخص بين يديه، احطه على لسانه بس يعني ايه على لسانه، حتى لو انا متشنج او حتى لو انا متشنج كذا تفزع له بسكر عشان يذوق السكر وتشتغل الاجهزه عنده. لا اله الا الله. فهذه ان شاء الله انها معلومات يستفيدون منها ابائنا امهاتنا كبار السن، ونستفيد منها بعد احنا احيانا ما ادري هو تدري معي سكر ارتفاع نزول ما ادري وش تسوي. ان شاء الله انك بركت بين هذا الحين ان شاء الله. انا اطالب من الاداره اني عندك حصانه من البرايمات للنهايه، لان الله يطول عمرك. ان شاء الله اني الفقره هذه سميتها قبل شوي صح صح مع علي، ها صح صح مع علي فقره عندي صح صح مع علي. ان شاء الله انها كل خميس بتكلم ان شاء الله الايام الجايه عن الضغط وعن الاشياء هذه، ان شاء الله انها تفيدنا وتفيدكم وتفيد المشاهدين باذن الله. لبيك حلو والله مره علي اختار صحصح يوم الخميس وقاعد يتكلم عن الصحة بحيث انه واحد ما ينضغط لا من الديلم ولا من البراي. يا حبيبي اختيارك موفق. لبيه يا بندر. طبعا الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وكل عضو في جسم الإنسان ضروري يطلب حاجة معينة، عرفت؟ فتكلمنا بالشيء السلبي في السكر، أكيد بيكون في شيء إيجابي للسكر. وش العضو اللي يتغذى على السكر يعني في جسم الإنسان؟ شوف السكر مفيد لجسم الإنسان، السكريات بشكل عام مفيدة للجسم بس ما هو بكثرة. يعني بعض الأجهزة تحتاج للسكريات، بعض الأجهزة تحتاج للقمح وذا والخبز. حبيبي يا نوسة تحتاج القمح والرز ولا مكمله لبعضها. حلو اذا ما خذيت احيانا نسبه من السكر يعني قطعت السكريات بشكل عام ممكن تصاب بالمرض هذا بالسكر. ان العضو او الجهاز اللي يتغذى على السكر في جسم الانسان انه المخ، يعني هو الغذاء الرئيسي للسكر. هذا المخ هذا صحيح، المخ يتغذى بعض الاجهزه تتغذى على لكن المخ من العامل الاساسي، الغذاء الرئيسي السكر. ايه من العامل الاساسي، لكن زي ما قلت لك السكر بنسبه يعني 40% يحتاج الجسم. بعض الناس يقطع نفسه عن السكر اذا سوى رجيم، تسمعني يا ناس؟ بعض الناس سمى الله عدوك اذا سوى رجيم او تكميم قطع نفسه عن السكريات وقطع. لا ايه السكر ترى مفيد للجسم بس ما هو بشكل يعني 30% تاخذ لك يعني في اليوم حال اي شيء حالي. لان بعض الناس يقطع نفسه يقول ما ابغى السكر يجيني، انت قطعت نفسك من السكريات وصاب بالسكر لان بعض الاجهزه ما تشتغل الا على السكر. تتغذى على السكر. ايه تتغذى على السكر. لبيه يا عزو. تنصح يعني تنصح الواحد يمشي في اليوم 10 كيلو؟ امشي يا مال العافيه. طيب هل لها ضرر؟ المشي لها ضرر؟ لا.